السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. بعد ما تعلمنا إزاي نعمل إعادة ضبط مصنع لكاميرا هيكفيجن وجهاز NVR هيكفيجن، وتعلمنا كمان إزاي نركب الهارد ديسك في جهاز الـ NVR ونعمل له تهيئة علشان الكاميرات تسجل الفيديوهات عليه. النهاردة هنتعلم ازاي نضيف او نربط كاميرا على جهاز NVR، وطبعا الخطوة دي بتكون بعد توصيل الكاميرات بجهاز الـ NVR على نفس الشبكة زي الصورة التوضيحية دي. فتعالوا بينا نشوف هنربط الكاميرات بجهاز الـ NVR إزاي؟ أول حاجة بندخل على جهاز الـ NVR، هنلاحظ إن في مربعات، أربع مربعات أو ستة على حسب الـ NVR بيشيل كام كاميرا. كل اللي بتعمله بس إن أنت تدوس على حرف أو علامة الزائد اللي جوه المربع ده. هيطلب منك بعد كده ان انت تدخل اليوزر والباسورد بتوع جهاز الـ NVR. فبنكتب الباسورد بتاعتنا، نقول اوكي. بيفتح لك شاشة بيطلب منك تكتب فيها الاي بي بتاع الكاميرا، فانت مطالب ان انت تكون عارف اي بي كل كاميرا واليوزر والباسورد بتاع كل كاميرا. فهنكتب الاي بي بتاعنا 192.168.1.64. بعد كده هننزل على، هو طبعا حاطط اليوزر الديفولت ادمن، هنكتب بس الباسورد بتاعت الكاميرا. هتلاحظ فوق انه شاف الكاميرا، شافها بالاي بي. هندوس بس على زرار اد كده، احنا نجحنا ان احنا نضيف كاميرا على جهاز الـ NVR. طبعا لو لاحظت، او ممكن تلاحظ ان الوقت والتاريخ مش مظبوطين على الكاميرا، فعشان نحل المشكلة ديت هندوس على كليك يمين من الماوس ونختار منيو ونختار Configuration. من الإعدادات الأساسية هتلاقي الـ Time Zone. لو لقيت Time Zone خاص بدولتك أنت خلاص كان بيها. أنا عن نفسي دورت ما لقيتش Time Zone خاص بكايرو، هو حاطط بس Time Zone اللي هو Plus 2، فاخترتها وعدلت الوقت او عدلت التاريخ مانيوال. بتدوس عليها وتختار التاريخ المظبوط، والوقت برضو بتختاره مانيوال، تعدله مانوال يعني. وبعد كده بتدوس على Apply. بنخرج للكاميرا عشان نشوف الإعدادات سمعت عليها ولا لأ. هنلاحظ إن الوقت والتاريخ اتظبطوا عليها. طيب الكاميرا بتسجل وحصلت حاجة معينة، عايز أراجع الفيديوهات بتاعتها في الوقت اللي حصلت فيها المشكلة دي، أعمل الموضوع ده إزاي؟ بالماوس أعمل كليك يمين وأختار بلاي باك،
هتلاحظ ان الشاشة متقسمة اربع اجزاء، جزء خاص بالكاميرات، لو انت مثلا موصل اكتر من كاميرا هتختار من الجزء دوت الكاميرا اللي انت عايز تعرض الفيديوهات بتاعتها. ففي الحالة بتاعتنا انا ما عنديش الا كاميرا واحدة، فهختار كاميرا واحد اللي هو اسم الكاميرا بتاعتي، ومن الجزء دوت هختار التاريخ اللي حصل فيه الحدث اللي انا عايز اتفرج عليه، ومن الجزء دوت بتختار الوقت اللي انت عايز تشوف الحدث اللي حصل فيه بالظبط. وبعد ما بتختار الوقت والتاريخ بتلاقي بتدوس على بلاي وتعرض الفيديو اللي ظهر لك. هتلاقي ان الفيديو اللي اتسجل او اللي كنا بندور عليه بيتعرض قدامنا اهو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.